السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في مادة القانون الدولي الخاص لطلبة كلية القانون جامعة القادسية. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو الجنسية الأصلية وحالات فرضها في القانون العراقي. الحقيقة سبق وأن تكلمنا بشكل مختصر عن الجنسية الأصلية، وذكرنا بأنها هي الجنسية التي تثبت للشخص فور ميلاده، طبعا حكما بموجب القانون بسبب أصله العائلي على أساس حق الدم، سواء المنحدر من الأب أو من الأم أو من كليهما، أو بسبب الأساس الجغرافي يعني حق الإقليم، أو على أساس الحقين معا. هذه الجنسية تسمى أيضا بجنسية الميلاد، لأن عناصر ثبوت هذه الجنسية تكتمل فور ميلاد الشخص وتفرض عليه بحكم القانون لحظة ميلاده، طبعا دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، لذلك سميت بجنسية الميلاد. والإجراء الآخر نقصد به لا يحتاج تقديم طلب أو صدور موافقة، ودون أن يكون طبعا لفرضها أي دخل بإرادة هذا الشخص. من جهة أخرى، لا يغير من الصفة الأصلية للجنسية إذا لم يكن الشخص قادر على إثباتها في وقت الميلاد، يعني أثبتت في تاريخ لاحق للميلاد، لأن العبرة في اعتبارها أصلية هي باكتمال عناصرها بالميلاد. أما مسألة إثبات إذا تراخت، مثل إثبات النسب، الاعتراف بالبنوة الشرعية، فالجنسية تثبت، الجنسية الأصلية تثبت للشخص وإن تراخت هذه المسائل. طبعا تثبت الجنسية الأصلية مثل ما ذكرنا بسبب تبدل السيادة في الإقليم، واللي أخذناها في محاضرة سابقة. لذلك سوف نتناول اليوم الحالة الأولى، اللي هي فرض الجنسية العراقية على أساس حق الدم وحده، يعني الأساس العائلي. طبعا يقصد بحق الدم اللي هي الفرضية الأولى التي جاءت بها المادة 3 من قانون الجنسية العراقي النافذ، يقصد بحق الدم الولادة لأب أو لأم يحملان جنسية الدولة، بحيث طبعا يعد المولود من مواطني تلك الدولة، ويعتبر منح الجنسية على هذا الأساس حق معترف به في جميع قوانين الجنسية تقريبا. وطبعا هذا السبب لضمان تماسك أبناء الشعب والمحافظة على نقاء عنصر السكان، وتبعا لذلك يتم منح الجنسية للطفل على أساس جنسية أبيه أو جنسية أمه أحيانا أينما ولد هذا الطفل، حتى وإن كانت ولادته خارج إقليم الدولة. وهذا الأساس في منح الجنسية يكاد الأساس طبعا يكاد يكون هذا المعيار هو الأساس الوحيد للدول التي لا تعد مستوردة للسكان، أو أنها تعتبر من الدول التي تتصف بالروح القومية أو النزعة القومية. وعندنا مثال على ذلك، دولة المجر ليس لديها معيار آخر سوى هذا المعيار. أما بالقانون العراقي طبعا فيعتبر حق الدم الأساس الأول في نقل الجنسية من الآباء إلى الأبناء. بالإضافة إلى ذلك، أن موقف المشرع العراقي من جهة الناقل الجنسية، الأب يعني الناقل سواء الأب أو الأم، طبعا كان محل اختلاف بين القانون الملغي والقانون الحالي. بالقانون الملغي كانت المادة 4 أولا من قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 63 تنص على أنه يعتبر عراقيا من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية، يعني حصر فرض الجنسية على أساس حق الدم المنحدر من الأب فقط. هذا في قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي، في حين قانون الجنسية العراقي النافذ
بالمادة 3000 نص على أنه يعتبر عراقيا من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية، هاي المادة 3000، وهي مادة مهمة جدا وضروري أن ينتبه لها الطالب، وهي تختلف عن قانون الجنسية السابق اللي ذكرنا رقم 43 سنة 63. زين، هذا النص اللي هو نص المادة 3000 من القانون العراقي، القانون الجنسية العراقي النافذ، يتضح أن شروط تطبيقه اللي هو النص، أعيد أكرر لأهميته، المادة 3000 من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 اللي نص أنه يعتبر عراقيا من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية، يشترط أن يكون الأب أو الأم متمتعان بالجنسية العراقية وقت الولادة. طبعا لا عبرة لمكان الولادة في هذا المقام، يعني سواء كانت الولادة قد حصلت داخل العراق أم خارجه، فالمولود تثبت له الجنسية العراقية، مع ملاحظة أن جنسية المولود تعد أصلية وإن كان الأب الذي تلقى المولود الجنسية منه جنسيته مكتسبة. يعني إذا كان الأب مكتسب الجنسية العراقية، يعني جنسيته مو أصلية، ولكن المولود يكتسب جنسية أصلية، وهذا يعني أن جنسية الفرع في هذا الحال، الفرع طبعا الابن، جنسية الفرع في هذا الحال تكون أقوى من جنسية الأصل اللي هو الأب اللي جنسيته فرضنا أنه مكتسبة، فالأخير تبقى جنسيته، فالأخير جنسيته تصبح مكتسبة، أما المولود تصبح جنسيته أصلية، بينما الأصل تبقى جنسيته مكتسبة. هذا الملاحظة الأولى. أما الملاحظة الثانية التي يمكن إيرادها بهذا، أنه أن يثبت نسب الطفل لأبيه وفقا للقانون العراقي. أما بالنسبة للأم فيتحقق طبعا إثبات النسب من خلال تحديد شخص المولود والأم، مع ملاحظة أن إثبات النسب يتم وفق لأحكام القانون العراقي، لأن وذلك لكون الأمر في هذا المقام يتعلق بالجنسية العراقية. طبعا خلال المقارنة بين نص المادتين أعلاه القانون السابق والقانون الحالي، يتضح لنا أن القانون النافذ وسع حالات فرض الجنسية العراقية على أساس حق الدم وحده، فأصبح كل من يولد لأب عراقي متمتع بالجنسية العراقية الأصلية، وكذلك من يولد لأم عراقية وإن كان أبوه أجنبيا أو مجهولا، والسبب في ذلك هو محاولة العراق الاتساق في قوانين الداخلية مع المواثيق الدولية التي تقرر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، وخاصة معاهدة سيداو في هذا المجال، مشهورة جدا وهي ذات صلة بهذا الموضوع. ومع ذلك هنالك طبعا اتجاه في الفقه ينتقد هذا الموقف من القانون العراقي الجديد، من قانون الجنسية، بحجة أنه يؤدي إلى دخول أشخاص في الجنسية العراقية من دون أن تتوفر فيهم، قد لا تتوفر فيهم متطلبات الولاء للعراق والانتماء له. البعض الآخر لكن يرد على هذا أنه انتقاد مردود لا يمكن التسليم به، فليس صحيح القول بالولاء المطلق والانتماء لا غبار عليه إذا كان من جهة الأب، بل على العكس يكون من عليه غبار إذا كان من جهة الأم. يعني ماكو إثباتات إذا كان أنه على أساس حق الدم المنحدر من الأب سوف يكون الولاء مطلق،
وأن ليس هنالك أيضا دلائل على أذا كان من جهة الأم سوف لا يتوفر الولاء. إنما الواقع العملي هو الذي يفرز سواء كان يعني هذا الولاء موجود أو غير موجود. وهنالك يعني ملاحظات أو أسئلة قد تدور في ذهن يعني الطالب بهذا الخصوص، يعني ممكن الإجابة عليها بسرعة. يعني أنه هنالك يعني مؤثرات أنها لا تمنع من الحصول على الجنسية، فرض الجنسية الأصلية، وهذه المسائل سواء كان المولود ذكرا أو أنثى فالجنسية ثابتة أيا كان جنس المولود، وسواء كون الأب أو الأم مزدوج الجنسية فالجنسية العراقية تثبت سواء كان الأبوين أو أحدهما مزدوج الجنسية أي متمتع بالجنسية العراقية وجنسية أخرى بالإضافة إلى جنسيته، وكون أحد الأبوين أجنبيا لا بل حتى إن كان عديم الجنسية أو مجهولا ما دام الطرف عراقيا فإن الابن تفرض عليه الجنسية الأصلية. طبعا لا يؤثر على ثبوت الجنسية العراقية كذلك استمرار العلاقة الزوجية بين الأبوين أو تحقق انفصالهما مثلا أثناء الحمل أو زواج الأب بزوجة أخرى وإن كانت أجنبية وهكذا، فهذا لا يؤثر على جنسية الجنسية الأصلية المفروضة على المولود. وكذلك لا عبرة بمكان الميلاد فالجنسية ثابتة ما دام الأصل العائلي عراقيا وتمت الولادة في داخل العراق، أما طبعا إذا تمت الولادة خارج العراق من الأم العراقية وكان الأب مجهولا لا نكون في مواجهة الجنسية نكون مواجهة الجنسية المكتسبة وليس الجنسية الأصلية كما سوف نتطرق إليها في المادة الرابعة من هذا القانون. يعني بهذا نكتفي بهذه المحاضرة، وسوف نكمل حالات فرض الجنسية على أساس حق الإقليم وحده في محاضرة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا على إصغائكم.